يا أم شهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أم شهد، اتفضلي أهلا بحضرتك. أنا عندي بس سؤال، يعني عايزة أستفسر من حضرتك بس. بسرعة يا أم شهد لو سمحتي. أنا دلوقتي بقالي من 2010 ما شفتش والدي. نعم، حصل ليه؟ شوية مشاكل والكلام ده كله، واخد بالك، وراح عمل فيها محضر إن أنا ضرباه وحدد لي قضية وكده. يا ساتر يا رب. فهو دلوقتي كده يبقى ظالمني ولا أنا اللي لا ظلمته؟ استني، لا لا استني، عمل فيكي محضر ليه؟ انت عملتي ايه؟ ما عملتلوش حاجة والله. ابدا والله ابدا. اصل والله بص من بص أيام المفترض، أنا من 2010 يا ما ست شفتش. المشاهد، يا ست المشاهد، ان هو ما يشوفكيش اقدر اصدقها، ان هو يشتمك اقدر اصدقها، انه يشوف عيالك ما يسلمش عليهم اقدر اصدقها، انما لا يروح يعمل انا بص هقول لحضرتك على حاجه. ها هم انا بيقولوا لي ام شهد كده، بس انا ما عنديش اولاد، هم مسميني الاسم كده. ربنا بس ربنا يرزقك بشهد يا رب يا رب. وبطيخة كمان، يعني 2 شهد وواحدة بطيخة. قولي لي بقى ليه عمل محضر؟ والله العظيم ما اعرف، انا متحدد لي جلسه في رمضان ان انا هخش السجن واتحبس في ضرب، بس عارف حضرتك لو انا ضربته هقول ده جزائي، لكن والله جدع العظيم يا انا ما مشاهد، اعرف. لو ضربتيها هتقولي ضربتيه؟ لا ما تقوليش ضربتيه. طب اسمعيني بس، لا انت متجوزة؟ الحمد لله جوزك عامل ايه مع ابوكي؟ كويس جدا، كان معاه كويس جدا. وبعدين حصل ايه؟ وبعدين بقى ابويا من النوع اللي هو لما حد بيقعد يتكلم جنب منه بيبقى بيقلب، يعني اه بعد وفاة والدتي وكده اتجوز وربنا كرمه باربع اولاد، دماغه مش عارفين دماغه فيها ايه، اه ساعي كويس وساعي من يعني ساعة انت ليكي اخوات من الاب؟ احنا اكتر من 14 واحد. يا ما شاء الله. هو ربنا يديله الصحة. يعني اه أنا مش صغيرة، أنا عندي حوالي 38 سنة وهو لا عنده حوالي كبير. 75 سنة. اسمعيني بس يا ام مشات، صلي على النبي، انا عايز اصلح اللي بينك وبين ابوك، سيبك من القضيه وسيبك من ده كله، انا عايز اعرف بس ليه جوزك مثلا ضايق ابوك فحب يضايقك هو كمان يا ام مشات؟ طيب لا احنا معانا بقى القصه، معلش هناخد القصه دي لان انتوا بتيجوا تقطعوا عليا، هناخد القصه دي بسرعه معلش. قصه عن الايتام، ويا أم شهد يا ريت نراجع نفسنا ونشوف بابا متضايق ليه ونوسط حتى ابن حلال. يعني أنا أقدر أصدق إن أب ممكن يهين ابنه في وسط أصحابه، أقدر أصدق إن أب ممكن ابنه يجي يخبط عليه الباب فما يفتحلوش، كده أب يقول لابنه مش هديك في الميراث، أقدر أصدق دي، لكن عند عمل محضر شكرا، ده في حاجة، ده في مصيبة، ده حصلت مصيبة فحب يوجعه، حب يوجعه. فيا ريت نقعد مع بعض يا ست أم شهد، يشوف حد طيب كده بعيد عن جوزك وعن اي حد ويروح يتوسط لابوك ويشوف الدنيا فيها ايه. من القصة